كوكب اليابان ما زال يفاجئني فلسفاته الغريبة. أول ما دخلنا كل كان يتوجه لمكان و يسجد. بهالمرة مع الأيكيدو. قال أوه إذا هذه ما يناسبك صفوا كلهم مع بعض. أنت فاشل قلت إيش فيكم؟ أهم وأعرق فن قتالي في اليابان. هنا الأم الأيكيدو ها طبعا. هذه اللي رايحين نكتشفها. اليابان بلد الفنون القتالية، بلد التناقضات الحلوة، الفنون القتالية من صوب والسلام والتسامح واللطافة من صوب. أنا اليوم أجرب الأيكيدو، واحد من أعرق وأقدم الفنون القتالية هنا في اليابان وأرقاهم. الأيكيدو أو مثل ما يسمونه هنا أسلوب حياة الأيكيدو. Hello. Aikido. Aikido, Taekwondo? Taekwondo? No. No. Aikido, it's separate. It's different. Different. Separate, yeah. Huh? Do you know any place for fight? Honbu Dojo ga ichiban. Honbu Dojo, el makan elli bnroh la, huwa akthar makan yani. Honbu Dojo? Honbu Dojo. I wear this, I go to Honbu Dojo. Mm. So desu. Oh. Natsu wa ne, tottemo atsui. Okay. Whoa. Kashka. I'm not beginner. No beginner. Yeah. Aikido wa beginner. 20 years Aikido. Aikido. هذه هي اللعبة. ما فيها وايد قوة بس فيها ذكاء ولعب على جسم الإنسان. يعني هاي يقدر يكسر يدي في ثانية واحدة. خلينا ثيابهم وباكر رايحين من الفجر لأصل الأيكيدو في اليابان. وبيكون موجود الشخص اللي يده أسس اللعبة. تخيل أنت رايح حق أصل اللعبة في العالم. وضع صار صجي. غالباً تعرف عن هالأبليكيشن اللي غير حياتي في السفر، بس إذا ما تعرفها الحين بخبرك عنها. من أكثر الأشياء المملة لي في السفر الانترنت، لان عندي خيارين، اما اني اشتري خط من البلد نفسه لازم احصل محل اتصالات واعطيهم جوازي، او اني اشترك في خدمات التجوال بصراحه مو برخيصه. الى ان حصلت ابلكيشن ايرلو اللي غير اللعبه تماما. فكرته انك تشتري باقه انترنت للدوله اللي رايح لها، مبلغ رمزي جدا، يعني اتكلم عن اليابان 10 جي بي 9 دولار بس. شباب في احد عنده ابره؟ بس عشان انسى هالحركه، لانك ما بتحتاج اصلا سيم كارد، انك تستخدم اي سيم اللي بيكون داخل في الجهاز، ولا تتخلى عن رقمك الاساسي، لانك تقدر تخليهم اثنينهم. ممتاز. تدخل الابلكيشن، تختار الدوله والباقه اللي تبيها، تشتريها ابل باي مثلا، تحملها، تتبع الخطوات المكتوبه عشان تفعل الاي سيم. اذا تبي تنزل ايرلو اللينك موجود في الديسكربشن تحت، وفي كود خصم زياده يعطيك خصم زياده OMR94. عفوا. حكمة يابانية سمعتها وتمت في بالي. الضفدع في البئر لا يعرف شيئا عن البحر الكبير. حطيت قطار لعبة ما فتحت. نفس لما تكون في محيطك وبيئتك تظن أن العالم هو أنت وكل الباقي ما لك علاقة فيهم. عشان كذي أنا اخترت أني أكون في البحر الكبير، ولو كنت ضايع، ولو كنت أغلط. عشان كذي أنا أجرب. وصلنا 45 دقيقة قبل 5 دقائق. هاي الشاي وصلت أول بس ما يدخل إلا 50. أسلوب حياة الأيكيدو. إحنا في معقلهم، في المكان الأصلي اللي تأسس فيه قبل 100 سنة. بس أنا متوتر. بس عشان يوضح لكم الموضوع أكثر، بسم الله الرحمن الرحيم. هالمكان بالذات هو المكان اللي تأسست فيه اللعبة، والشخص اللي يدرب فيه
وهو حفيد المؤسس. فأصحاب الأيكيدو من حول العالم صدفها كابتن من مصر ومن سوريا توقع هاي المكان يعني يدربون فيه ياخذون فيه دورات زيادة ويرجعون دولهم يدربون مثلا يدربون هنا ها؟ أنا جاي أسبوع هنا أسبوع هنا الأم أم الأيكيدو ها طبعا أول ما دخلنا كل كان يتوجه لمكان و يسجد بس هو مو سجود اللي في بالي اللي في بالكم لا هو السجود مش سجود هي غرض التحية يعني وايد يقدرون المؤسس درجة أول ما يدخلون بشكل ما كأنه يسجدون له أنت فاشل قلت إيش فيكم ما بسجد قال لي إذا هذه ما يناسبك في حركة غيرة تسويها تسوي كذي شيء كذي قال لي بعض الناس عندهم اعتقادات مختلفة الإمام مثلا ما بنسجد حق صورة فمقدرين كل قاعد يسوي استرتشات يسوي استرتشات شوي طبعا كل الموجودين هم محترفين مدربين معلمين الآن كأني واحد توه متخرج من الروضة السلام عليكم وداخل جامعة كلها دكاترة كبار I'm very happy to be with you guys yeah. بس يلا مشوها لي فجأة صفوا كلهم مع بعض قعدوا هالقعدة ولا كلمة هدوء تسمع بس النفس دقيقة دقيقتين ثلاث أنا أشوف طرف عيني ما حد يتحرك أقول لي متى بعدين شوف واحد دخل من الباب الثاني يجلس وصل حفيد المؤسس رجال كبير يمكن في الثمانين يحترمونه بشكل ما شفت نفسه في حياتي عطوه هاي الحركة قام يسوي تسخين ما ينفذون معاه التسخين فجأة يسوون دائرة الوضع كان انه يراويهم بعض الحركات او مثل ما يسمونها البروفات بروفات القتال وبعدها هم يطبقونها طبعا نتكلم عن الموجودين هذي اللي يعتبرون بروفيشنز مو واحد توه يتعلم طبعا انا ما اعرف ولا شيء من الحركات راحوا علي في البيسكس شوي المصادفه ان اللي كان يوجهني الابو اللي قاعد يدرب ولده كان يوجهني ورني يا جماعه يمكن انتم تشوفونها حركات بسيطه بس جانب اساسي منها انك شلون ما تتعور Is it very dangerous that some few like break hands or something? Be dangerous but we learn how to receive it. يعني لانك لو طحت غلط ممكن تكسر يدك فعلا استمر الوضع بروفا ورا بروفا ورا بروفا لوهله حسيت ان الايكيدو عباره عن هندسه صعبه الصراحه ما اعرف شو بسويها والزوايا وحسبات شلون يفهمون جسم الانسان لانك اذا حركت يدك 2 سنتي او قدمت ريلك 3 سنتي ممكن يسوي فرق كبير اوكي اوكي
بعد ما خلصنا حصة التدريب كل الناس بدوا يطوون ثيابهم طريقة جدا دقيقة، وبعدها على طول بدوا ينظفون القاعة، ينظفونها يخمونها يشيلون أي بقع ويلمعونها. غريب صح؟ إيش قاعد يصير هني؟ أشياء المؤسسة الخاصة يعني هالدرجة يقدرونه إن مسينه مثل متحف، أشياء شخصية. هاي كتاب وايد قديم عن التكنيكس اللي في الأيكيدو، فيقولون لي إن هاي الحركة اللي أنا سويتها قبل شوي. تخيل يقول لك إن هذه المهفة كانت حق المؤسس وهي من حديد، فكان يدخل بعض الأماكن ممنوع إنك تستخدم أسلحة، فيأخذها معاه كسلاح. وهذه اللوحة رسالة من الإمبراطور حق المؤسس حق العائلة يشكرهم على وجود هذه الأيكيدو. على طول نادونا قالوا لنا المعلم يبي يلاقيكم. فجأة نادوني حفيد المؤسس اللي هو المدرب اللي فوق. صراحة يعني مفاجأة بالنسبة لي، لأن تدريب غير مختلف عن أي فنون قتالية شفتها. فأنتوا ما تسمون نفسكم لعبة، فالتدريب الحصة التدريبية ما تسمونها تمرين. أيكيدو نو أوكينا توكوشيكو وا شياي كيوغي يوريتسو كيسوو مونو ديوا أريماسن. أيكيدو وا جيبون وو شيكاري تو ميتشي أنو كيكو تسوجيتي ماغوكورو نارو شيتو كويو شيتو نارو يوني دوريكو سورو كوتو غا أيكيدو نو. هدف الأيكيدو هو دائماً استقرار الروح. يعني أكيد هو تشانس مين استقرار الروح وفيها توازن، ممكن هاي أكبر جائزة. هل كل يوم يجون كل هالأعداد؟ لا يعني شو تقول ما ينشي زينغو أريماس كده مو بيصير هون تايدا 70 إلى 80 وكتماس. لاحظت إن اللبس ما الأيكيدو خصوصاً جدا جميل مميز يعني. دو كيكو جيت نا كيكو سرو تامين تسكرارته ماس. هكما هو هكوتو غا سيسو داتانس. ولكن بالنسبه للتنور، إيه التنور لما تلبسها كانك لبست شيء كذا محترم. كل حاجه لها احترام، البدله هي لها احترام، الحزام لها احترام، الهكامه لها، البساط لها احترام. مش انت تعتبر نفسك يعني اليوم يا كايسو هاتسوكي دي دي نو اتاكشي غا دوشي تو يتاتشيبا دي هاي ديسكا جيبن مو كوجو ساسيو تو دوريكو شيتي اوريماس. هاي دوما اريغاتو غوزايماسو. ياتو غوزايماسو. بعد ما خلص كل الشرح عن اللعبة رحت لهم وقلت لهم أبي أجرب. قالوا لي عمار بتعور روحك. قلت لهم بصراحة ما كفاني تدريب مساعة، عطوني شوي إكستريم، أبغى أشوف وين الروح في اللعبة. وهذا اللي صار. حركة بسيطة بس خلاص بتنكسر يدك، لازم تقلب روحك. بس عكست ريلك ولا عكست يدك ممكن تخلع شتفك، ممكن تكسر يدك. لعبة وايد خطرة. اوكي ذس نوت سلولي ذس ذا سلوست. اللعبة تخليك تتواضع، لو شنو قوي تطلع كأنك اوكي وان مور تايم. كسرت خاطره اسمه يس خاف علي. لما أنا أقول لك إن كل التفاصيل، ها جانب أساسي يعلمك شلون تصفط الثياب نفسها.
والله بروحه صعب. الأيكيدو في يوم تعلمت وايد أشياء، وأهمها الالتزام. وصلنا 45 دقيقة قبل 5 دقائق يوميا طول العمر. الاحترام احترام الكبير، احترام المعلم، احترام نفسك كإنسان. التواضع، لا تقترب قوتك، ترك على بعد ثانية واحدة منك تتكسر. الترتيب والتنظيف في كل التفاصيل، وأكيد الدفاع عن النفس اللي ما يعتبرونه قوة وبس، لكن يشوفونه أكثر كعلم. فتحت عيني على عالم جديد من الفن والفلسفة القتالية. حركاتك زي ماس، حركاتك زي ماس.